كايرو ماراثون ده يعتبر كايرو رانرز يعني ابننا، لان هو ده اكبر ايفنت لينا في السنه يعني. فالحمد لله السنه اللي فاتت لما عملنا مع اي ايفنتس بنكرر التجربه، نشتغل على اللي حصل السنه اللي فاتت ونطوره ونحاول نعمله كمان احسن السنه دي. احنا بندعو كل الناس تيجي تجري يوم 10 مارس، ممكن يشتركوا عن طريق الكايرو ماراثون انستغرام او الويب سايت بتاع كايرو رانرز. التجربه اللي بتتاخد يوميها تجربه فريده جدا، لانك انت بيبقى بتلاقي حواليك مثلا 3000 4000 واحد كلهم جايين بطاقه ايجابيه عاليه جدا جدا جدا، بيجروا مع بعض. احنا عاملين بارتنرشيب مع شازلونج للتوعيه باهميه الصحه النفسيه، ده تاني سنه عشان احنا مأمنين جدا بالكوز دي. هو مش ايفنت للرياضيين بس او لفئه معينه، بالعكس هو كل الناس بتيجي واعمار سنيه مختلفه. يعني في الفاميلي ران دي 2 كيلو، بتلاقي مثلا جده جايه تجري مع حفيدها مثلا، فبتلاقي جميع الفئات مختلفه جايه عشان بس تنبسط اليوم ده يعني.